حكمة بالغة فما تغني النذر فيه من الغي والضلال حكمة بالغة فما تغني النذر أي لله الحكمة البالغة في هداية من يهتدي وضلال من يضل فما تغني النذر يعني هذه النذر أسباب فمن الناس من ينتفع بها ويكون ذلك بفضل الله عز وجل ورحمته له ومن الناس من لا ينتفع بها لأن الله أشقاه وكتب عليه الضلالة من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وقال سبحانه وتعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون حكمة بالغة فما تغني النذر